ختامنا اليوم مع فن المسرح، واللي فعلا للأمانة قاعدين نشوف الفترة الأخيرة فن حقيقي مسرحي في السعودية علي قاعد يتطور وقاعد يتماشى مع كل المتطلبات، كل الفئات اللي فعلا بتحب تروح وتحضر مسرح يقدم فن هادف وخاصة كوميدي. إيه للأمانة يعني الفترة الماضية مثل ما قلتي أنت صار في اهتمام كبير بهالشباب الموهوبين جدا عشان تطويرهم، لأن دائما في عندك أنت جهات جالسة تحاول بقدر المستطاع أنها تدفع هالشباب هذول أنهم يستمرون للأفضل وأفضل. وحنا بصراحة مرة مبسوطين أن شفنا تعاون عالمي أمريكي مع المسرح السعودي في موسم جدة. بعد على كل حال مسرحية سندريلا صارت في السعودية من فعاليات موسم جدة، وهي مشتقة من قصة سندريلا الأصلية ولكنها ساخرة. اليوم حيكون معنا شاكر الشريف كوميديان وكاتب وكوميديان ومخرج العمل خالد عمر، ويسعد لي صباحكم. يا هلا وسهلا فيكم. يا هلا فيك يا استاذ غادة. اوه هذا شكلي هذا ايوه هذا انتو. يسعدكم يا رب. يعني اذا انتوا الاثنين وسندريلا، انا ماني عارفه اتخيل كيف شكل سندريلا حتكون. حرام عليكم. سندريلا بس بخليجي، عندها خليجي. وانا اقول لكم سر على فكره، شاكر هو اللي بيسوي ام سندريلا الشريره. يا حرام يا حرام، يعني دور مناسب. هو هذا الدور. عرفنا اكثر عن الكوميدي كلب اللي ما يعرفوا عنه، كيف بدا في جده وايش علاقته بسندريلا كمان. الكوميدي كلب، شكرا استاذ عن اتاحه الفرصه لي. الكوميدي كلب، كوميدي كلب افتتح في 2012، بنقدم ستاند اب وبنقدم فنون ارتجال وفنون مسرح. الحمد لله بنقدم عروض اسبوعيه الان لنا اكثر من 6 سنين. فوصلنا المرحله وقلنا نبغى نسوي شيء جديد، وقررنا انه احنا نسوي مسرحيه سندريلا بنكهه سعوديه. ايوه يعني ما اعرف ايش البهارات اللي استخدمناها، يعني ما هي بهارات، طريقه طبخ هي، كيف طبخناها كيف تكون سعوديه. نعم. طيب شلون جاتها فكره المسرحيه هذه، وش العلاقه يعني بين قصه سندريلا الحقيقيه وسندريلا السعوديه؟ عفوا كيف انطبخت؟ هي يعني احنا قلنا نبغى نسوي شيء عالمي زي ما قلت، فقلنا خلينا نجيب سندريلا، بس ما ينفع نسوي سندريلا العاديه. قلنا لا طبعا احنا سعوديين ونسوي شيء سعودي، فسوينا سندريلا سعودية. حلمها مو إنها تتزوج، حلمها إنها تسوق وتدخل سباقات سيارات. طبعاً اللي بشعر أبيض هذه مو سندريلا، هذه الشريرة أمها سندريلا. أي اللي شايفينها في الشاشة الآن. وهذا كبير الخدم الأستاذ إسماعيل الحسن، بيمثل كبير الخدم في المسرحية زي ما. واو. فسوينا فتاة سعودية نفسها تسوق وتدخل في المغامرة هذه، وطبعاً أمها الشريرة تمنعها. أيوة. انا دائما احب العب دور الام الشريره. الام الشريره. صح. صح. خالد بالنسبه لك يعني انت يعني صراحه يعني في جراءه في الدور كمان انك تاخذ امها وانها تكون شريره، يعني فيها شويه خلينا نقول جراءه. كيف حسيت نفسك اديت هذا الدور؟ وكمان بعرف هل هذه المسرحيه غنائيه يعني كوميديه واضح، بس غنائيه كمان حتكون او كانت؟ ايوه هو يعني الاغاني اللي موجوده فيها أغاني موقف، يعني مثلا إذا هي ما سوت شيء تحبه فقوم أنا أغني أنتو بطريقة أغاني البارودي إنه ليش أنت ما أنت قاعدة تسوي الشيء اللي أنا أبغاه بطريقة شريرة طبعا. وعلى فكرة هي ما كانت، هي ما زالت، إحنا لسه بنقدمها في موسم جدة كل سبت واحد. اللي حاب يحضر يشوف شاكر كأم شريرة يقدر يحضر المسرحية. الباروكة تجنن عليها جدا. بس خلي أقول لكم على شغلة، يعني الأمانة الكوميدي كلوب لفترة طويلة وهو موجود في السوق، وانا الامانه كنت من كنت ولا زلت يعني الامانه من المتابعين، حتى لو جات فتره طويله الفتره الماضيه من الانتقادات اللاذعه للناس على بعض الاشياء اللي هي في النهايه بتكون مجرد الهدف منها الاكبر هو رسم البسمه على وجوه الناس. انتم كيف شفتوا تفاعل الجمهور واقباله على المسرحيه؟ لان المسرحيه شيء جديد انتم بالنسبه لكم، هذه اول مره اتوقع انكم تسوون مسرحيه، صح ولا لا؟ مسرحية بالطريقة هذه نعم أول مرة نسوي، بس كنا بنسوي مسرحيات قبل كده ما تكون خلينا نقول موسيقية أو غنائية 100%، لكن المرة هذه سوينا حاجة أقرب لديزني اللي هو غنائية كاملة. حلو. وكوميدية بطابع أو بالثقافة السعودية. الحمد لله الإقبال جدا ممتاز للأمانة.
نفضل انه يكون افضل من كذا كمان الاقبال بكل امانه، لكن عموما لا الاقبال جميل، الناس اللي بتحضر بتكون جدا سعيده وبناسبه لكل العيله، فنشوف اطفال كثير مبسوطين مره، اطفال كثير معلش كويس يعني للمسرحيه يعني. لانه مسرحيه عائليه هي هذا اللي احنا كمان نفتقده يعني، مسرحيه تكون عائليه يحضروا جميع افراد العائله، هذا بنفتقده كثير خلينا نقول، وفيها يعني من روح ديزني هذا كثير رائع. بس ابغى اسال في الفتره الاخيره قاعدين نشوف كاتب ومخرج، ممثل ومخرج، هل عندنا نقص في المخرجين ولا هذه بتكون انتم عندكم رؤيه مختلفه حابين انتوا تبرزوها؟ بس ابغى اعرف هذه النقطه. والله هذا سؤال جدا يعني، اشكرك على السؤال الجميل ده. للامانه نعم عندنا نقص في الاخراج جدا جدا عالي عموما، لانه خلينا نقول ما في صناعه قويه عندنا سواء كان مسرح او سينما، ما زلنا لسه جداد في الموضوع، فعندنا نقص في المخرجين، لكن ممثلين ومواهب الحمد لله موجودة كثير، فإحنا بنضطر إنه نخرج أعمالنا بنفسنا، لكن أكيد نتمنى إنه يكون في دعم ومواهب أكثر في ناحية الإخراج، لأنه أغلب الناس ما يبغى يكون قدام ما يبغى يكون خلف الكاميرا يعني، يبغى الاضواء والكلام ده. انا مره احب الاضواء خصوصا شاكر جدا يعني، هو من بعد ما لبس الباروكه تغير، هو من بعد ما لبس الباروكة تغير. نورتونا والله. والله والله الباروكة تغير الأخلاق. إحنا بصراحة سعداء إنكم تواجدتوا ويانا، وكل توفيق لكم إن شاء الله خالد وبعد شاكر. شاكر ما شاء الله طول المقابلة وجالس يضحك ما شاء الله عليه. الله يسعدكم. كل توفيق لكم إن شاء الله. يا أخي صدقة صدقة تبسم في وجه أخيك. حمستوني أجي وأحضر المسرحية. إن شاء الله قريب نشوفكم هنا. ضروري نشوفك. لازم. بحول الله.